مساكم الله بالخير جميعا. معلش خلوني اخذكم شوي معاي. يمكن 6 شهور مضت اذا حساباتي صحيحة، يعني على نهاية شهر 4 التحقت في دورة، وانا صار لي فترة ما دخلت دورات وما دخلت برامج دبلومات وغيره، كان اسمها الموجه المعتمد. انا اللي شدني كلمة معتمد فقط، اني بحصل شهادة ومعتمدة واضافة، يعني الامر المادي البحت. قبل هذه المرة انا كنت طالب دكتوراه في جامعة الامارات، وقضيت يمكن 3 سنوات فقط في مرحلة البروبوزل اللي هي فكرة الأطروحة. استصعبت الأمر بطريقة مزعجة جدا، ليل ونهار أنا أفكر متى أخلص هذه البروبوزل، مع أن البروبوزل مرحلة جدا سهلة وبسيطة في رحلة الدكتوراه، من فكرة لفكرة، من كذا لكذا. في الدورة هذه تعلمت لما رحتها ان هي مش الموجه المعتمد، هي موضوع الكوتشنج واسلوب الكوتشنج في استثارة الوعي. شدني جدا الموضوع اني انا الحين في منحة ثانية، انا الحين بستوي كوتش. فتقريبا يمكن كنت اكثر واحد جاد من الموجودين يعني في الدورة هذه، وكان مطلوب ان نحن نسوي جلسات واقعية لكيسز واقعية مع الناس العامة. فبدينا موضوع ان يلا سوق لنفسك واعلن وحط لك كذا نفسك بنفسك. استهوتني المسألة هذه وبديت فيها، حطيت لي شعار خاص، حطيت لي غيرت شوي في موقع الانستغرام خاص فيني، بديت انشر والله وحصلت ناس. طبعا تعلمنا شيء اسمه جدارات الكوتشنج، يمكن اللي مر في هالموضوع يعرفه، جدارات الكوتشنج وكذا وكذا. اول واحد انا من الدفعه خلصت المتطلبات كامله، وكان يعني تقريبا قبل انتهاء الدبلوم تشجعت. رساله الدكتوراه اللي كانت واقفه خلصتها في خلال شهر، مش البروبوزل، الرسالة كاملة. كان عندي مؤلفين under process كتب، خلصتهم في الشهر اللي بعده. أصبحت مدرب رسمي TOT معتمد في الشهر اللي بعده. في نفس الشهر دخلت لبرنامج ثاني اسمه Advanced TOT. حطيت لنفسي هدف اني اقدم في الشهر دورتين، انا اقدمهم واخذ دورتين ادرسهم مثل هذه. كان الهدف شوي صعب. الفترة الوجيزة اللي حققت فيها هاي الانجازات كلها هي بسبب اني اكتشفت نفسي. والله يا جماعة هذا امر حقيقي وواقعي. لما عرفت والتفت لنفسي، فقط التفت لنفسي، حققت كل هذه الأمور في فترة أنا ما كنت أحلم فيها. يعني في 3 شهور أنا سويت هذا كله. ليش؟ لأني أطلقت شعار إطلاق إمكانات جديدة، وآمنت في هذا الشعار واشتغلت عليه، واليوم أنا قاعد أحقق وأجني ثماره. شكرا لكم جميعا، وجودكم اليوم أكبر حافز لي، واستماعكم أكبر حافز طبعا، وأنا سعيد جدا بوجودي اليوم معاكم. ودائما فكروا في دوراتكم اللي تحضرونها أن أنتوا قاعدين تشكلون مجتمعات جديدة، أصدقاء جدد بالأحرى. شكرا لكم، شكرا، السلام عليكم.